بعيد عن الحاد واللي احنا هنتكلم عليه النهارده والردود اللي هنردها على شريف جابر، هو ليه كل العيال اللي بتتكلم على موضوع الالحاد تحس انها عيال طريه وناعمه ومن كفي على بطنها؟ يا احنا ديننا يا دين قبول لا معصيه في الدين. اسمح لي، الدوله الاسلاميه بيعلمها المعنى النفسي. ولد ملحد اسمه شريف جابر عمل فيديو ماذا تعرف عن القران الكريم، بيشكك فيه عن القران الكريم. الفيديو تقريبا مدته ساعه الا حاجات بسيطه، تخيلوا ما قالش فيه ولا معلومه واحده صحيحه، وكلها فيديوهات سبحان الله ما تطلعش حتى من ذكر بط موجود في. يعني تعالوا نشوف اول فيديو. يعني عم عبد الملك بن مروان قال لك في مره ان انا خايف اموت في شهر رمضان لان فيه اتولدت وفيه اتفطمت وفيه جمعت القران. يعني عبد الملك بن مروان اعترف وقال لك ان انا جمعت القران في شهر رمضان. خد بالك كل الهري اللي هراه ده قاعد يقول لك المسلمين بيقولوا ان اول واحد جمع القران هو عثمان بن عفان، ما يعرفوش ان في جمع تاني تم في عهد عبد الملك بن مروان، وجاب لك الدليل الناصح بن الناصح وقال لك ان عبد الملك بن مروان بيقول ان هو خاتم القران في رمضان، وبذلك يبقى في جمع تاني للقران تم على يد عبد الملك بن مروان. وبعدين يقعد يقول لك عبد الملك كان عايز يحلل حاجات وعايز يحرم حاجات وعايز ينفع نفسه سياسيا، يبقى ما عجبوش، مش كانش عاجبه القران بتاع عثمان. اسال اي عيل مسلم، قول له لما يجي واحد يقول لك انا ختمت القران في رمضان معناها ايه؟ هيقول لك حاجه من اتنين، اما ختم القران يعني اتم قراءه او اتم حفظ، مش معناها جمعه خالص يعني كل الهري ده على فشوش. طب ده احنا احيانا بنعمل مسابقات في المساجد في رمضان في الاعتكاف في اخر 10 ايام، ونعمل مسابقات نشوف كام واحد هيقدر يختم القران في العشر ايام دول كام مره، يبقى معنى كده جمع القران كام مره؟ والله الفيديو ده بس لوحده كفيل ان احنا ما نكملش رد. مش كده، خليكم خفاف عليه، ده راجل مسلم النمر. لحد سنة 325 ميلاديا، في السنة دي بمدينة نايسيا بتركيا، إيرياس ده قال فكرة مختلفة شوية، قال لك إن المسيح ده لا مؤاخذة كده، لا هو إله ولا هو ابن إله زي ما في ناس كتير فاكرة يعني، بل هو شخص عادي جدا اترسل للبشر عشان يهديهم، مجرد رسول. الفيديو ده بقى بيثبت إن شريف ما يعرفش حاجة نهائي في المسيحية. أولا هو ما قالش ولا كلمة صح في الفيديو. قال لك في مدينة نيسيا، نيسيا مين؟ اسمها نيقيا، نيقيا. لحد سنة 325 ميلاديا، في السنة دي بمدينة نيسيا بتركيا. وكمان إني أكون بطل من أبطال نيقيا. تذكار انعقاد مجمع نيقيا. إلى أريوس وإلى مجمع نيقيا. مجمع نيقيا. مجمع نيقيا. مجمع نيقيا. اتنين، القسيس ما اسموش اريوس، اسمه اريوس، اسمه اريوس. الى اريوس. تلاتة، مجمع نيقيا فيه اريوس ما فاجئش الجميع لما قال اللي قاله، ده بالعكس ده مجمع نيقيا اتعمل اصلا علشان يناقش افكار اريوس، مش عشان خاطر اريوس يفاجئهم، يعني كده كده الكلام اللي كان بيقوله اريوس ده كان موجود قبل مجمع نيقيا. أربعة، أريوس في المجمع ما قالش إن المسيح مجرد إنسان عادي، ولا قال إن المسيح بشر، ولا قال إن المسيح رسول. طب بتجيب المعلومات دي منين؟ أريوس في المؤتمر أو في المجمع ده قال إن المسيح إله ولكن مش أزلي، بمعنى هو بيعتقد إن الله إله والمسيح إله بس أقل شوية من مين؟ أقل شوية من الله، يعني هو بيعتقد إن هو الله. طب هل المسلمين بيعتقدوا إن المسيح إله بس إله صغير عن الله الكبير زي ما بيقول أريوس؟ سبحان الله. صلاة النبي أحسن. عمو إيريس وبقية الناس اللي تم اضطهادهم دول لما هاجروا للجزيرة العربية أخذوا معهم كتبهم المسيحية كما هو متوقع يعني. ولا معلومة صح قلتها. وبعدين انت بتقول ان اتباع اريوس دول لما اوزوا راحوا شبه الجزيرة العربية، مفيش دليل على ان اتباع اريوس راحوا شبه الجزيرة العربية. وبعدين بتقول خدوا معهم كتبهم، كتب مين يا ابن تعبيط؟ تم اريوس كان مؤمن بكل ما تؤمن به الكنيسة، يعني الانجيل بتاعه هو نفس انجيل الكنيسة، هي بعض التأويلات بس اللي كان اريوس او التفسيرات اللي كان بيقولها مختلفة. وكمان قسطنطين حرق كل كتب اريوس، يبقى اريوس سواء سافر لشبه الجزيرة العربية هو واتباعه او ما سافرش اصلا ما كانش فيه كتب مخالفة عشان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل منها.
فكرة ان الاله واحد وان عيسى ده مجرد رسول دي مش فكرة اسلامية، مش فكرة جديدة الاسلام اخترعها او جا بيها، يعني دي فكرة قديمة جدا واصلها مسيحي وكان وما زال لحد يومنا ده في مسيحيين بيؤمنوا بيها. وفي نفس المقطع بتتكلم وبتقول ان فكرة ان الاله واحد فكرة قديمة وان اريوس قال كده في المجمع مجمع نقية. يبقى الاسلام جه ليه والنبي محمد جه ليه؟ اولا وبتقول ان فكره التوحيد فكره مسيحيه، اولا المسيحيين بيقولوا ان هم مثلثه مش موحده، ثانيا مين قال لك ان التوحيد بيعود الى المسيحيه؟ يا اغبى اخواتك، التوحيد بيعود الى اول بدء الخريقه، الى سيدنا ادم. فقول لا اله الا الله والتوحيد هو دين كل الانبياء من اول ادم عليه السلام لحد محمد عليه السلام، يعني حتى التوحيد مش ديانه مش مسيحيه ولا حاجه. السؤال بقى، إذا كانت الفكرة دي اوريدي قديمة وموجودة من قبل ما الإسلام يجي، إيه لازمة إن يكون في رسول تالت جديد يجي عشان يقولها؟ إيه لازمة إن يكون في دين تالت جديد؟ طيب إيه فايدة إن يجي نبي تاني جديد؟ ببساطة لأن الناس بعد ما المسيح عليه السلام رفع ابتدى الناس يرجعوا تاني إلى الشرك والتسليس وعبادة الأصنام، فربنا سبحانه وتعالى بعت النبي محمد عشان يجمع الناس تاني على عبادة الله وحده. سهلة إيه؟ القرآن فضل يكرر مرات كتيرة جدا انه مكتوب باللغة العربية؟ ليه كتاب من المفروض انه واضح انه مكتوب بالعربي يقول 50 مرة يا جماعة انا مكتوب بالعربي؟ ايه لازمة انك تذكر اللغة اللي انت كاتب بيها المعلومة؟ يعني مثلا المؤلفين الاغريق لما كتبوا العهد الجديد بالاغريقية محتاجوش انهم يكتبوا ولو مرة واحدة بس ان الكتاب دوت مكتوب باللغة الاغريقية، لانه واضح انه مكتوب باللغة الاغريقية. ده غير ان المعلومة نفسها ملهاش اي 30 لازمة. تكرار الجمل في القرآن اللي كانت عمالة تقول 50 مرة يا جماعة صدقوني انا مكتوب بالعربي دليل على ان كان في سيناريو تاني بيحصل، دليل مثلا على ان كانت في ناس معينة عارفة ان القرآن دوت مش عربي. لهبل بقى شريف جابر عايز ينقلنا نقلة تانية ويقول ان القرآن الكريم ما هو الا ترجمة سريانية، يعني القرآن مش عربي ولكن ترجمة، مجرد ترجمة سريانية. وبيستدل بذلك وبيقول لك القرآن كل شوية يقول ان هو عربي ونزل بلسان عربي وانه، طب وليه بيقول ان هو عربي طالما نزل بالعربي؟ طب ما انت عندك الانجيل لما اتكتب بالاغريقي او اليوناني يعني ما قالش ولا مرة ان هو يوناني. الإجابة ببساطة يهبل، الله سبحانه وتعالى لما بيبعت رسول إلى قوم بيتحداهم في الشيء اللي هم بارعين فيه. فمثلا الفراعنة كانوا بارعين في السحر فبعت لهم سيدنا موسى بالمعجزات عشان يغلب السحر بتاعهم. سيدنا عيسى عليه السلام قومه في الشام كانوا بارعين في الطب، فسيدنا عيسى معظم معجزات كان ليها علاقة بالطب. العرب كانوا قوم يعني جفاه، قوم حفاه، يعني ما لهمش أي شيء بارعين فيه إلا اللغة العربية. فالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم اللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بيتحداهم في الصنف والمجال اللي هم بارعين فيه. فكل شوية القرآن بيديهم حتة كده يقول لهم أنا عربي، مش أنتوا جامدين في اللغة العربية؟ طب ما توريني نفسكم أنا عربي. ليه بقى الإنجيل ما قالش أنا إغريقي؟ يهبل، لأن الإنجيل ما بيتحدهمش في اللغة الإغريقية زي ما القرآن بيتحدى العرب في اللغة العربية اللي هم بارعين فيها، يجي لك ويحط عليك البالانس فليكسلانس. اوعى تفتكر ان شريف جابر ده انسان بيفهم، لا، العلاقه ما بين شريف جابر والفهم زي العلاقه بالظبط بين الجليد اللي في روسيا وخط الاستواء، يعني ما فيش علاقه نهائي. شريف جابر بينقل الكلام ده من احد المستشرقين اسمه كريستوف لوكسمبورغ، ده راجل مسيحي لبناني الف كتاب بالاسم ده وقال ان هو راجل من المانيا ومش عايز يقول اسمه الحقيقي وهو مستشرق او مسيحي لبناني عايز يهجم او عايز يهدم الاسلام. ما علينا، كله كلام باطل. بيقول لك القرآن الكريم الاول ما كانش متنقط وما كانش متشكل، فاحنا لو حطينا، طب تعالى نشوف. بس قبل ما اوريك الكلمات الاجنبيه اللي في القران لازم الاول تعرف ازاي تقرا القران صح، وعشان تعرف ازاي تقرا القران صح لازم ترجعه الاول شكل خام كان عليه، لازم ترجعه لاصله، تشيل من عليه التنقيط كله، تشيل من عليه التشكيل كله، تشيل من عليه الحروف الزياده، لان كل الحاجات دي اتضافت بعدين على مدار اكتر من 100 سنه من موت محمد.
لما تعمل كده هتلاحظ ان القرآن بقى شكله غريب خالص، هتلاحظ ان الحروف كلها بقت شبه بعض، لدرجة ان من ضمن ال 28 حرف اللي في اللغة العربية 6 حروف بس اللي هتعرف تفرقهم ما بينهم وما بين بعضهم، وال 22 حرف الباقيين مش هتعرف تفرقهم. يقول لك عشان تفهم القرآن لازم ترجع للقرآن الخام البيور، ترجع له بانك تشيل التنقيط، تمام؟ وبعد ما نشيل التنقيط حرف العين مثلا مش هتعرف تفرقه عن الغين، حرف السين مش هتعرف تفرقه عن الشين، حرف الب مش هتعرف تفرقه عن الته، مش هتعرف تفرقه عن الث، حرف الجيم مش هتعرف تفرقه عن الحاء، مش هتعرف تفرقه عن الخاء. هنتلخبط في الحروف، فمش هنفهم العين من الغين والقاف من يا عم اللي انت بتقوله ده. وبعدين بتقول هاء الملكيه وهاء، يا عم مفيش حاجه كده في اللغه العربيه اصلا، انت بتخترع. وبعدين يا جاهل، لو فرضنا فرضا ان القرآن حاليا كل كتب القرآن اللي موجودة على وجه الارض اختفت لسبب ما، شوف انا بوصل معاك لدرجة ايه، كل كتب القرآن اللي موجودة على وجه الارض اختفت لسبب معين، القرآن خلاص اختفى. مش بنقولك نقط بقى ولا بنقولك تشكيل، يهبل، القرآن منقول بالتواتر، بمعنى واحد بيعلم واحد بيعلم واحد، يعني لا يشترط ان القرآن يكون مكتوب اصلا، القرآن مش شرط يكون مكتوب، مش يشترط ان هو يكون فيه نقط، لا، يعني ممكن القرآن اصلا ما يتكتبش، لكن لما العرب ضعفوا في اللغة العربية ابتدى، والحفظ طبعا، ابتدوا يكتبوا القرآن الكريم. يعني انت ما تحسسنيش ان القرآن ده كان فيه واحد ماشي جنب كهف ولا كان بجبل زي ما بيحصل في بعض المخطوطات المسيحية، وبعدين لقوا القرآن اهو، فراح ماسك القرآن وابتدى يعمل يا ابني القرآن منقول بالسماع، منقول بالحفظ، منقول بالتواتر، وده صعب جدا يحصل فيه تحريف. تقعدش تقول لي بقى عين وغين وقاف وكاف ولام وميم، ايه يا ابني يا حبيبي، القرآن مش محتاج يتكتب. بمعنى لو انا قلت لك مثلا وهو السميع العليم، هل انا بقى محتاج اكتب؟ انا اصلا حافظها، فمش محتاج احط فوق العين ولا من تحت العين ولا جنب العين نقطة، لان انا حافظ ان هي السميع العليم. جربوا يا جماعة تكتبوا قل هو الله احد غير نقط، ووريها لاي طفل صغير بيعرف يقرا ويكتب، هيقراها. ليه؟ لانه حافظها. اما شريف جابر بيفهم من قفاه. طب استنوا يا جماعه، يعني نكمل مع الحمار ده، يمكن والله اعلم، يعني يمكن يكون عنده دليل. ادينا مثال يا شريف. طب ادينا مثال يا شريف. حلاوتك يا ابا، حلاوت امك. فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. يعني ايه سريه؟ سريه في الاصل معناها النهر، بس هنا ما ينفعش تيجي بمعنى كلمه نهر. بيتكلم على قصه ولاده المسيح صلى الله عليه وسلم، وان السيده مريم لما الله سبحانه وتعالى تكلم معها وقال ان تحتها سريه، وقال ان السريه، هو قال شريف جابر قال ان سريه بمعنى نهر، بس هنا ما ينفعش تيجي بمعنى نهر. ليه؟ مزاجك، يعني انت بمزاجك مش عايزه تيجي بمعنى نهر، تمام. وبعدين كلمه سريه بالسريانيه تعني ابن حلال او ابن شرعي كده، الجملة بقى ليها معنى منطقي. الطفل بيقول لمريم أمه لا تحزني قد جعل ربك اللي تحتك ده ولادته شرعية، ابن حلال مش كريم أو نهر. في النهر يعني إيه تحتك نهر يعني؟ فبيقول لك في السريانية جاية من كلمة سرية دي أو سري، جاية من كلمة دي واللي معناها ابن حلال، وبيعمل لك بعينيه كده زي المهم، وبيقول لك ابن حلال كده المعنى واضح، فهو بيقول لها ما تقلقيش يا امي عشان خاطر انا ابن حلال ابن شرعي. مبدئيا كل علماء المسلمين قالوا ان سريه معناها نهر، وجاي من كلمه السريان، سريان الخاص بالماء، عمليه سريان الماء يعني، تمام. يبقى سريه معناها نهر، وده ماشي مع سياق الايه، لان الايه الله سبحانه وتعالى بيتخاطب مع السيده مريم وبيقول لها انها تقدر تحرك النخله عشان يتساقط عليها الرطب فتاكل، وايه، وتشرب. تشرب منين؟ من النهر اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله ليها. هي سريه اصلا مش معناها نهر، معناها جدول او قناة ماء صغيرة، تمام. طب لو رحنا للسريانية، هو نقل كلمة مش سرية، نقل كلمة شرية بالشين. طب وهي سرية في السريانية، هي شرية؟ شري أو شرية المقصود بيها إما منفصل مطلق يعني، أو شيء مباح، شيء
جائز. تعال نركب الكلمتين كده على الجمله اللي قالتها السيده مريم. فالسيده مريم المسيح بيقول لها من تحتها ايه بقى عليه السلام؟ بيقول لها اما ما تقلقيش عشان انت متطلقه. ايه علاقه ده بالايه؟ طب ناخد المعنى تاني، ما تقلقيش يا اما عشان اللي انت عملتيه ده مباح. مباح ده على اساس ان بني اسرائيل كانوا مدورينها مثلا، يعني كله بيجيب عيال كده من غير زوج يعني مباح. ده شريف جابر، ادينا مثال يا شريف. في ايه؟ في ايه؟ سورة يوسف الآية 88، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. مزجاة؟ يعني إيه مزجاة؟ الكلمة دي ملهاش معنى في اللغة العربية. فبعضهم حب يفسرها وقال لك ممكن تيجي بمعنى كلمة فاسدة، بس دي حتى معناها غلط. يعني إيه فلما دخلوا على الملك قالوا له إحنا معانا بضاعة فاسدة فإكرمنا وإدينا فلوس؟ ملهاش معنى. بيتكلم عن إخوة سيدنا يوسف لما جم إلى العزيز، أو جم هنا إلى مصر وبعدين دخلوا على العزيز، وبعدين قالوا له إن هم يعني جايبين له بضاعة مزجاة. وبعدين بيقول لك يعني إيه مزجاة؟ العلماء بيقولوا فاسدة وهي ما تنفعش تيجي بمعنى فاسدة. تعالوا نلعب، لعبوا فيك يا شيخ. المهم بيقول لك تعالوا نلعب، تلعب في الحروف ليه؟ حروف اخوك بلاش يعني، حروف اخوك عشان تلعب في الحروف ليه اصلا يعني؟ طيب قال لك تعالوا نلعب في الحروف كده ونشيل حرف ونحط حرف ونجيب حرف. خد بالك انت لو قعدت تلعب في الحروف ممكن تطبق بعض الكلمات في القران بلغه سريلانكا عادي يعني، ايه المشكله؟ المهم فلعب في الحروف، قال لك اه مزجاه جايه من كلمه مرجيه، ومرجيه معناها طازجه. قال اللي هنعمله هو اننا هنفلتر الكلمه ونرجعها لخامتها الاصليه ونجرب ونشوف يمكن يطلع لنا كلمه جديده. هتبقى مرجيه، مرجيه دي كلمه سريانية معناها طازة أو مرطبة، كده الجملة بقى ليها معنى. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز قد مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة طازجة فكرمنا ودينا فلوس. طيب الآية بدأت إن هم بيتكلموا بيقولوا مسنا الضر، هم وأهلهم مسهم الضر، يبقى واحد جايب بضاعة ممتازة ويخش على الراجل يقول له معلش أصل إحنا ظروفنا تعبانة وجايبين لك بضاعة ممتازة، وبعد الآية يقول لك يقول له تصدق علينا، يبقى ازاي بضاعة ممتازة ومسنا الضر وتصدق علينا؟ لكن لو البضاعة دي قليلة، لو البضاعة دي جودتها رديئة، فيقول له معلش عشان عندنا ظروف والله وانت راجل كريم وهتعمل معانا واجب. يبقى الآية تمشي ها مزجاة، ما تمشيش ابدا ايه مرجية اللي انت اخترعتها لما قعدت تلعب في الحروف، تحب تلعب انت في حاجات الناس. ما علينا، مثال تاني يا شريف. لما بيقول لك ومن البقر والغنم ما حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا، يعني ايه الحوايا؟ انت تعرف يعني ايه الحوايا؟ ما تعرفش يعني ايه الحوايا؟ بيتكلم على كلمه الحوايا، يقول لك انت تعرف يعني الحوايا؟ والله العظيم اعرف يعني الحوايا. ايه الحوايا؟ كلمه سهله. لو لك انت ما تعرفش يعني برضه والله اعرف يعني الحوايا. معلش يا جماعه انا مدرس ثانويه عامه في منهج ثالثه ثانوي بيتكلم على دستور 23، وفي نص في سؤال ثانويه عامه جه قبل كده كان بيقول اثبت بالدليل حوى دستور 23 على نصوص متعارضه. انا تعمدت اقول للطلبه كده، اقول لهم حوى دستور 23 على نصوص متعارضه، اقول لهم انتوا مش عارفين يعني ايه حوى. لقيت العيال بيبصوا لي يا استاذ حوى يعني احتوى، يعني في يا استاذ. العيال عارفه يا شريف، انت اللي حمار. مش معنى ان انت مش عارف يبقى الناس مش عارفه. عارف بعض الناس لما تيجي تقول لهم نكته يقول لك انا لما النكته دي اتقالت لي ما ضحكتش، يبقى لو قلتها لحد مش هيضحك. انت مش مقياس يا شريف، انت جاهل اصلا. الحوايا جمع مفرده طبعا فعل حوى او يحتوي او كده، مفرده حاويه. تعرف لما يكون حد جايب بضاعه من الصين ولا حاجه يقول لك انا جايب حاويه من الصين، بلاش شريف هيروح الصين، ده دماغه بايظه. عارف الستات بتوع زمان لما كانت تيجي الست ستي وسته كده يشيلوا مشنه فوق دماغهم يقول لك اعدل لي يا ابني الايه؟ الحاويه اللي فوق دماغي، ها الحوايا. عارف الحوايا يعني ايه؟ حته القماشه الدائريه عشان الحاجه كده، ربنا يدي كل النساء الصحه اللي شقيانين يحطوها فوق دماغهم. فكلمه حوى معناها استدار، وده اللي مقصود بيه جوه البطن. تعالى كده نرجع الجمله دي لاصلها ونفلترها بالطريقه اللي احنا اتكلمنا عليها ونلعب في النقط على اعتبار ان اللي نقطوا القران غلطوا مثلا في نقطه هنا، نضيف مثلا نقطه على الحاء. هتبقى الجوايا، الجوايا دي كلمه سريانيه معناها البطون. لعب في الكلمة وبعدين قال لك اه كلمة حوى تعال نلعب فيها كده، جاية من كلمة ايه بقى؟ الجوايا، الجوايا. طيب هي مش الجوايا، هي جوي يعني في السريانية جوي، يعني الكلمة ببساطة كده جوي، وجوي مش معناها ها البطون، جوي معناها الداخل. طب أقول لك حتة ظريفة، طب تعرف بقى إن كلمة جوي السريانية دي تمشي زي كلمة الجواني في العربي؟
يعني خد بالك احنا مثلا نقول الصعيد الجواني يعني الداخلي، حتى في الكاوتش يقول لك في كاوتش خارجي براني وكاوتش ايه جواني، يعني مقصود بيها الداخل مش المقصود بيها البطون. يعني لا انت فاهم عربي ولا فاهم قران ولا فاهم اسلام ولا فاهم مسيحيه. طب تعالى كده نحط المعنى ده في الجمله دي دلوقتي ونشوف. الا ما حمل ظهورهما او البطون، كده الجمله بقى ليها معنى. حراميه ولا 60 كلب. ادينا مثال يا شريف. يعني سؤال ليك، انت تعرف يعني ايه قرآن؟ الكتاب اللي انت مستعد تموت عشانه ما تعرفش معناه ايه، ولو رحت بحثت كالعادة هتلاقي مئات التفسيرات. ده لان كلمة القرآن دي مش كلمة عربية، دي كلمة سريانية، اصلها كلمة قريان اللي معناها بالسرياني كتاب تلاوة الطقوس المسيحي. بيقولك انت تعرف معنى كلمة قرآن؟ الكتاب اللي انت ممكن تموت نفسك عشانه، انت مش عارف معناه. يا ابني انت ليه مش عارف؟ انت ليه بتجيب، هو زي ما المثال بيقول تجيب اللي فيها فيك، انت مش عارف مالكش دعوه بينا. القرآن يقول لك مئات التفسيرات حول كلمة القرآن. العلماء لما تكلموا على معنى كلمة قرآن يعني حصروا كل الأقوال في رأي أو رأيين أو ثلاثة، اللي منها كلمة جمع يعني المقصود بكلمة قرآن المجموع جمع، وفي بعض الكلمات بتقول قرأ قرأ يقرأ قرآن، سهلة خالص اهو. يبقى انت بتقول مئات التفسيرات ليه؟ والله احنا عارفين معنى كلمة قرآن. كونك انت مش عارف؟ ها طيب، يقول لك قرآن جاء من كلمة كوريان وهو كتاب التلاوات المسيحية. كوريان مش معنى كتاب التلاوات المسيحية في السريانية. انت بتقلق يا خبر اسوخ غيره. أسماء كل الشخصيات الدينية اللي موجودة في القرآن مكتوبة بالنطق السرياني بتاعها، أسماء زي إسماعيل وسليمان وإسحاق ويعقوب وزكريا ومريم ونوح، النطق بتاع كل الكلمات دي ده نطق سرياني. شريف بيقول لك إن كل الأسماء اللي موجودة في القرآن الكريم أسماء سريانية. بصوا يا جماعة، في لغة سريانية وفي لغة أرامية وفي لغة عبرية وفي لغة عربية. اللغات دول مشتركين في الأصل اللي هو الأصل السامي، لدرجة ان في بعض الباحثين بيتكلموا على ايه اللغة الأم في دول. بعضهم يقول العربية والباقي نقل منها، يعني العربية هي اللغة الأم. بعضهم يقول الأرامية والباقي نقل منها، السريانية العبرية. ففي اختلاف أصلا اللغات من أصل واحد، فطبيعي ان تكون في تشابه. طيب شريف، لو واحد اسمه شريف، احنا لو عايزين نترجم اسم شريف هنقوله بالانجليزي ايه؟ ها هونست؟ لا طبعا، هنقول شريف. يبقى احنا نقول كده خدوا الكلمه، يا ابني الاسماء هي معناها كده، الاسماء لا تترجم تتكتب زي ما هي. فلو واحد اسمه اسماعيل يتقال عليه بالعربي وبالانجليزي وبالايطالي اسماعيل. طيب، ولازم القران لما يتكلم مع العرب يكلمهم بالاسماء المعروفه، يعني هو هيبقى اسمه اسماعيل. في بعض الاسماء يعني جبرائيل ميكائيل اسماعيل بيبقى ليها معنى، الساجد لله المخلص لله المسبح لله وكده. هل انت بقى لو قلت الواحد مثلا المسبح لله هيعرف المعنى بتاعه؟ ها هيعرف المعنى؟ طبعا لا. فالقرآن بيكلم العرب باللغة اللي هم بالاسماء اللي هم يعرفوها، علاوة على ان معظم الاسماء دي اصلا اسماء عبرية. ليه ما قلتش ان القرآن منقول من العبري؟ انت بتتكلم ان القرآن سرياني فتقول ان هم تبع السريانية يعني؟ ماشي. طيب، في اسماء في اللغه العربيه ملهاش علاقه نهائي بالسريانيه. عندك اسماء الانبياء العرب، محمد، صالح، هود وهكذا. طيب، في اسماء في السريانيه وفي العبريه ملهاش علاقه برضو بالعربيه، زي ديفيد داود، زي ابراهيم ابراهام، زي يونان ها اللي هو سيدنا يونس، زي يوحنا اللي هو سيدنا يحيى، بلاش يا عم، زي عيسى. ايه علاقه عيسى بيشوع؟ شوف شوف بقى جت وصلت لك لحد فين. الاسم الاشهر في المسيحيه مثلا او في اللغات بتاعت الكتاب المقدس عند النصارى يشوع. ها ها يسوع، ايه علاقه يسوع او يشوع بعيسى؟ ما لهمش علاقه ببعض. يبقى مش كل الاسماء سريانيه. سؤال، عمرك شفت سفاله اكتر من كده؟ بل ان حتى تلقيب القرآن للمسيحيين بالنصارى مفيش اي لغة في العالم كانت بتقول على المسيحيين نصارى غير اللغة السريانية. اخر الاسافي بقى بيقول لك ان القرآن الكريم نقل كلمات كتير جدا ومنها كلمة نصارى، وان محدش بيقول كلمة نصارى دي الا اللغة السريانية. يا ابن حبيبي انت لو فتحت الانجيل بالترجمة الكاثوليكية هتلاقيهم بيقولوا كلمة نصارى، شيعة النصارى. وكمان التلمود ذكر ان المسيحيين قال عليهم نصرايم. نصرايم اللي يهوي الميم اللي في الاخر دول للجمع، يعني نصارى
نصارى نصرايم بالسينو. اذا كلمه نصارى كانت موجوده في العهد القديم، يبقى مش القران هو اللي اخترع النصرانيه. يا حبيبي ذاكر، انا هنصحك نصيحه، انت لما تحب تهاجم الاسلام حاول يا حبيبي تقعد مع نفسك كده وحاول تستنتج وتستنبط من عقلك اللي مش موجود، فرده الجزمه اللي عندك دي، ما تجيبش كلام المستشرقين لان هم دول ما بيفهموش عربي وتقعد تنقله وانت مش فاهم انت بتنقل ايه اصلا. بطل الهبل بتاعك ده، تعالوا نشوف حاجة تانية بيقولها شريف. أو مثلا في سورة عبس لما بيقول لك وفاكهة وأبا، يعني إيه أبا دي؟ ملهاش معنى. شريف بدأ محور جديد وبيتكلم إن القرآن الكريم فيه أخطاء وإن فيه بعض الكلمات اللي موجودة في القرآن الكريم اللي ملهاش معنى، ومثلا قال وبعدين قال يعني إيه أبا؟ كلمة ملهاش. يا ابني حبيبي وقف الشاشة اللي أنت جايبها، خدوا بالكم، هو يجي يقول لك موجودة في كتاب كذا؟ وهي مش موجوده في الكتاب، اللي عارض صورته، اللي عارض صورته مش موجوده فيه، ويقول الكلمه دي ملهاش معنى ومحدش عارف معناها. وقف الشاشه كده، وقف الشاشه، تلاقي ان مكتوب معنى الكلمه ابا، معناها المرعى، الزرع القليل يعني. طيب غيره لما بيقول لك ان ابراهيم لأواه منيب، أواه يعني ايه أواه؟ وكالعاده مئات التفسيرات. ان ابراهيم لأواه، قال لك يعني ايه أواه؟ ملهاش معنى. طب ده ليها اكتر من معنى. الغريب والغباء اللي في شريف ان الكلمه لما يكون ليها اكتر معنى يبقى عنده ملهاش معنى. تخيل يعني انت لما تقول واحد على واحد كريم وامين وعطوف ورحيم وجواد و و و يقول لك ما عندوش صفات. ليه؟ عشان عنده صفات كتير. العلماء قالوا ان اواه معناها حليم، ان اواه معناها كثير التسبيح، ان اواه معناها كثير الدعاء، ان اواه معناها رحيم، ان اواه ليها اكتر من معنى. ليه؟ وخد بالك ان كل المعاني تقريبا بتدور في فلك واحد، الا وهو الرحمه والتسبيح والمغفره وان هو بيرجع الى الله وهكذا. خلاص يا جماعه، البشريه كانت هتتشتت بدون الايه دي، مفيش مانع ناكل لوحدينا او مع بعض. ما في اوبشن ثالث؟ طيب ما مفيش غيرهم اساسا. بيتكلم على المسلمين والايه اللي بتقول ان مفيش حرج على الناس ان هم ياكلوا، كل واحد ممكن ياكل بمفرده او ياكلوا جماعات اشتاتا او جماعات. وبعدين بيقول ايه المعلومه دي؟ ما انا ممكن اكل لوحدي او اكل مع حد. ايه؟ بص يا حبيبي انا فاهمك، انا بس العرب كان عندهم نوع من انواع الكرم يعني، فالراجل بيتحرج ان هو ياكل ايه لوحده، يعني صعب ان هو ياكل لوحده، فيستنى. طب انا هقول لك موقف يمكن تفهم. لا انا اعمل ايه؟ طيب قدري كده سبحان الله. في مره رحت الواحات، الواحات البحريه، وكان في فرح عندهم، لو في حد من الواحات او قريب من الواحات او عرف اللي انا هقوله ده يا ريت يكتب لنا في التعليقات تحت. الواحات يا جماعه انا رحت مره كان في فرح، ومن عاده الافراح عندهم ان العريس لازم يعزم اهل البلد على الاكل، مش يعزمهم يعني، لو هم راحوا له البيت ياكلهم لمده اسبوع، يذبح عجل او حاجه زي كده. انا رحت مره وكان معايا اصحابي، فلقيت 7 رجاله قاعدين بياكلوا، لا قاعدين بس على الاكل يعني، فانا لما رحت سبقت اصحابي، انا حتى بتكلم بسرعه فبمشي بسرعه، فقالوا لي اقعد كل. فانا قلت لهم معلش انا اسف يعني انا هستنى زمايلي وكده يعني. قال لك اقعد كل. قلت لهم معلش يعني عشان اكل مع زمايلي وكده يعني عشان ممكن ابقى محرج وكده. قالوا لي حبيبي احنا من عاداتنا وتقاليدنا هنا ان لازم في العزومات دي ناكل 8 على الترابيزه، لازم ناكل كام؟ 8 على الترابيزه، فانت لو ما اكلتش معانا مش هناكل، فكل معانا وكل مع اصحابك. فهمت؟ فالقران بيتكلم على حاجه زي كده، تاكل لوحدك، تاكل 7، تاكل 6، تاكل 8، تاكل 2، ما فيهاش مشكله. مش مساله القران بيقول لك في اوبشنين، يا تاكل لوحدك، لا يعني ما فيهاش حرج لو اكلت لوحدك، والجماعه اللي بيكسفوا ياكلوا لوحدهم ما فيش مانع تاكلوا لوحديكم او جماعات. فهمت يا شريف؟ اشك انت فاهمك اصلا يعني صعب. غيره حين الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الطود يعني ايه الطود؟ قالوا لك معناها يمكن الجبل، بالفهلوه كده بيقول لك قسم البحر نصين فكل نص بقى عامل زي الجبل، منطقية. هم بالفعل جابوا كلمة صح على كلمة في الأصل كانت مكتوبة غلط، كانت المفروض تبقى الطور مش الطود، الراء بدل الدال بس هي اتنقلت غلط، والدليل إن كلمة الطود دي ما اتذكرتش ولا مرة في القرآن قبل كده، بس كلمة الطور اتذكرت 10 مرات. هو خد بالك بس، هي مش طود، ها هي طود، وبعدين قال لك دي غلط لأن كلمة طود اللي هي طود يعني ملهاش معنى، والمفروض كانت تتكتب طور لان كلمه طور معناها جبل وجت في القران كذا مره. يا ابن حبيبي انت شغال في مصنط، هو بالعدد يا حبيبي يعني تخيل كده، معلش يعني والله العظيم. طب نعمل ايه؟ طيب تخيل كده احنا مثلا بنذيع ماتش، فاحنا بنقول ايه؟ وليد سليمان قطع الكره، وليد سليمان ماشي، وليد سليمان اداها لاحمد فتحي، احمد فتحي ادها لعبد الله السعيد، لوليد سليمان، لعبد الله السعيد تاني، لوليد ازارو جون.
يروح طالع شريف جابر يقول لك مش وليد ازارو. ليه؟ وليد ازارو احول، ما رجله مش مظبوطه على الجون، لكن وليد سليمان هو اللي رجله مظبوطه على الجون. وبعدين لو خدت بالك اتقال كم مره وليد سليمان؟ 5 6. وليد ازارو ما اتقالش ولا مره، يبقى مش وليد ازارو اللي جاب الجون. ايه اللي حصل ده؟ اللي هي كلمه الطور عشان جت في القران الكريم يعني، يبقى كذا مره، يبقى كلمه الطود. طب ايه رايك ان كلمه الطود اصلا دي يعني موجوده في الادب الجاهلي وموجوده في المعلقات، موجوده قبل الاسلام، يعني كلمه عربيه العلماء قالوا عليها جبل، بما ان العلماء قالوا جبل انت تقول لي مش جبل. طيب العلماء انت بتقول ان العلماء جمعوا القران، او سيدنا عثمان جمع القران، وبعد كده عبد الملك بن مروان بهبلك لما اتكلمنا على ختام جمع القران، طب ليه ما صلحوهاش؟ يعني تاني مره انت بتقول في فرق بين القران اللي جمعه عثمان والقران اللي جمعه عبد الملك بن مروان. طبعا احنا عرفنا ان مفيش جمع هنا، ده هبل ده. ها طيب انت بتقول في فرق، ليه ما عدلوش الحرف ده خلوه بدل الدال ر؟ ليه يعني ليه ما صلحوش الخطا؟ يعني هم صلحوا حاجات كتير جت على حرف الر يعني، والناس اللي هتاخد بالها منها. كمل يا شريف كمل. في كلمات لا هي ليها معنى بالعربي ولا هي ليها معنى في اي لغه تانية، ولا هي ليها معنى حتى لو انت حاولت تفلترها وترجعها لاصلها، زي مثلا كلمه الكوثر اللي فيه صوره كامله في القران باسمها، محدش عارف ايه معناها وكالعادة نئات التفسيرات. ولا القرطبي اللي ذكر 7 معاني مختلفة لنفس الكلمة. تعدد الكلمات والتفسيرات والمعاني لأغلب المصطلحات في القرآن بالشكل المهول ده أكبر دليل إن محدش عارف إيه معنى الكلمات دي. هو أنت معنى قلنا لك 100 مرة قبل كده، الكوثر ده اللي هو المفروض نهر في الجنة، يعني الحوض بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. طيب هو يجي يقول لك الطبري قال في 7 معاني كلمة الكوثر. هو أنت يا ابن حبيبي هنفهمك لحد إمتى؟ مش معنى إن الكلمة ليها أكتر من معنى، إن الكلمة ملهاش معنى. طب ده هنقولها له إزاي ده يا جدعان؟ مثلا الأسد من أسمائه الأسد والليث والغضنفر والقسورة وأسامة وحيدارة وعباس، أسامي كتير جدا وغيرهم طبعا. أنا بقى لما أقول الأسامي دي كلها يبقى معنى ذلك مفيش حاجة اسمها أسد؟ يا حبيبي ده اسمه صراء لغة، صراء لغة. كلمة الكوثر ليها أكتر من معنى، بس معناه حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ما علينا غيره. وفي نفس الآية بيقول لك مفيش مانع تاكلوا من بيوت معاكم مفاتيحها، يعني أنا لو سارق مفاتيح بيت حد مثلا ممكن أخش أكل عادي كده؟ بيتكلم عن آية بتقول إن عادي إن المسلمين ممكن يخشوا البيوت اللي هم مالكين مفاتيحها. قال لك طب أنا لو معيش مش مالك المفتاح بتاع البيت ما أخشش يعني، ولا أخش عادي، ولا إيه النظام يعني؟ يا سخيف، كل آية بيبقى ليها أو معظم الآيات بيبقى ليها سبب في النزول. فالعلماء قالوا هنا في ملك المفاتيح دي المقصود بيها لو راجل غني، راجل يعني له منصب، إدى المفاتيح بتاعته للخادم بتاعه للمولى بتاعه وراح سفر، راح تجارة، راح فوبعدين هو قال له بص يا حبيبي المفتاح معاك اهو، خش كل براحتك. فهو ملك المفتاح اهو، خد بالك، قال له خش كل براحتك. فكان الشباب دول كان يقول لك لا انا الراجل قال لي كده بس عشان مكسوف مني فانا مش هخش. فالقران بيوضح لا، الراجل طيب بطيب نفس، عايزك تخش بيته لو انت عايز تاكل ولا حاجه خش، ما فيش مشكله سهله، ايه فيش حاجه خالص يعني. مش معنى اللي معاه مفتاح يخش واللي معهوش مفتاح ما يخش، انت هبل يا شريف. طيب وحاجه ثانيه، أو الآية اللي بتقول ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم حرج أن تأكلوا من بيوتكم. أنا مش فاهم، يعني اللي جاب الكون ده كله عمل سيناريو ودراما وحروب علشان ينزل في الآخر كتاب يقول فيه مفيش مانع يا جماعة تأكلوا من بيوتكم؟ خد بالك يا حبيبي لما يكون في راجل متجوز، تعالى يا أنس، تعالى 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 يا أنس، تعالى يلا. أنس صلاح صاحي من النوم. خد بالك يا شريف لما يكون واحد متجوز وعنده كام عيل، فيجي يقول لك مثلا ايه بلد الإسماعيلية ولا بلد طنطا ولا بلد الغار، أي بلد يعني، يقول لك ايه أنا ليا فيها 4 بيوت، بيوتي، فيقول له بيوتك؟ يقول لهم لا بيوت ولادي، ما هي الفرق بين بيوت ولادي؟ فالمقصود هنا بيوت الأبناء. أنا أيم أنس وأرجع لكم تاني. نايمنا أنس وعدنا، تعالوا نشوف المقطع ده لشريف. ناس كتيرة كانت بتقول إن اللي كتب القرآن دوت سمعوا من كلام أساوسة مسيحيين وترجموا ونسبوا ليه، عشان كده مثلا هتلاقي في آيات بتقول لك إيه، في ناس بتزعل محمد وبتقول عليه إنه أذن، يعني بينقل كلام سمعه من ناس تانية. هو فعلا أذن، يعني هو اعترف، بس أذن لمصلحتكم، وأي حد هيقول كده تاني على محمد هنعذبه لما يطلع لنا يوم القيامة.
طيب هو مش معنى كلمة أذن يا شريف زي ما انت فهمتها ان هو بيسمع كلام من الناس وبعدين ينقل الكلام ده اللي هو يعني القرآن جايبه من السريانين ومن أريوس وأتباعه وكده؟ لا، أذن هنا حتى الآية بتقول أذن خير، يعني بمعنى ان هو بيسمع الكلام، وخير انه يسمع من الصحابة، يعني لما الصحابة بيجي يكلموه فهو بيسمع لهم. القصة ان المنافقين قالوا احنا نعمل ونقول وا ولو محمد ده وصل له خبر وكده هنروح نقول والله ما قلنا، هو بيسمع مننا يعني. يعني معنى ذلك دي تعتبر منقبة، حاجة حلوة للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو بيسمع، بس القرآن والوحي يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن قال أذن خير، يعني هو بيسمع في الخير مش بيسمع في الشر، ملاش علاقة بسماع من أريوس او اتباع أريوس. كمل يا شريف. في جمل كتيرة أوي في القرآن ملهاش معنى وتركيبها غلط، زي مثلا في سورة الممتحنة لما بيقول لك وإن فاتكم شيئا من أزواجكم إلى الكفار. يعني إيه؟ يعني إيه وإن فاتكم شيئا من أزواجكم إلى الكفار؟ أنا عايزك تحاول تفهم الجملة دي مع نفسك كده، مش هتعرف، الجملة فيها حاجة غلط. وكالعادة مئات التفسيرات معظمها بيقول إن معناها هربوا، يعني أزواجكم هربت وراحت للكفار، بس في الحقيقة ده مجرد فتي. وحتى يا سيدي لو ده كان معناها بمعنى هربوا، طب ليه ما قالش وإن هربت أزواجكم إلى الكفار؟ شريف مش عجبان الآية؟ الآية بكل بساطة بتقول إن لو في حد من المسلمين متجوز واحدة والواحدة دي ارتدت أو سابت جوزها وراحت للمشركين، طبعا هو المفروض جوزها ده كان صرف عليها وجاب لها شبكة ومهر وحاجات زي كده. فالقرآن بيقول لو انتوا يا مسلمين حاربتوا الناس دول اللي راحت لهم الست دي وخدتوا منهم غنائم، فعوضوا الراجل ده بقدر الحاجات اللي ادها للزوجة اللي هربت. سهلة اهي، انت مش فاهمها، دي قصتك انت. وكأن الكتاب أساسا معمول عشان المسيح، وحتى الأربع مرات اللي اتذكرت فيهم كلمة محمد دي ممكن الاسم ينطبق على المسيح لو أخدت فيهم كلمة محمد دي على أساس إنها معنى مش اسم شخص. والدليل إنه في المرة الوحيدة اللي ذكر فيها اسم اللي المفروض إن رسول ما قالش اسمه محمد، قال لك اسمه أحمد. بيكمل شريف سخافاته وعايز يوصل لنا ان المسيح عليه السلام هو النبي محمد. يا ابني انت مش كنت شويه بتقول ان محمد خد الحاجات من أريوس؟ يا ابني انت مش من شويه قلت ان محمد جاي بدين جديد ليه طالما المسيح كان موجود زمان وبيقول نفس الكلام؟ يا ابني انت مش كنت بتقول ان النبي محمد هو أذن والكلام ده؟ يا ابني انت مش كنت بتقول ان النبي محمد ما بيعرفش حاجه في القران وسرق الحاجات دي كلها؟ الا يبقى انت عايز تثبت ان محمد هو المسيح ليه؟ يا ابني الله ياخدك يا ابني. طيب قول يا حبيبي عندك ايه دلائلك ان القرآن ترجمة مسيحية او القرآن هو كتاب المسيحيين مش كتاب المسلمين؟ حاجة غريبة والله، قول يا حبيبي. عمرك سألت نفسك ليه القرآن ذكر اسم المسيح وعيسى 36 مرة وذكر اسم محمد 4 مرات بس؟ دليل قاطب بيجعنا الوليد سليمان ووليد أزارو، بيقولك النبي محمد اتذكر 4 مرات لكن عيسى اتذكر 36 مرة. والله ما هعد وراك، أنا والله ما هعد وراك، تمام؟ عيسى اتذكر 36 مرة، هو معنى إن الحاجة اتذكرت 36 مرة يبقى معنى كده إن الحاجة دي القرآن خاص بسيدنا عيسى؟ طب ما هو سيدنا موسى اتذكر في القرآن الكريم أكتر من 100 مرة. ها؟ طيب ما أنا ممكن أقول لك مثلا إن فرعون اتذكر في القرآن أكتر من سيدنا عيسى، يبقى القرآن ترجمة فرعونية أو هيروغليفية، ولا القرآن ترجمة أو كتاب لليهود؟ العدد ملوش معنى. إبراهيم اتذكر 69 مرة، فرعون اتذكر 74 مرة، موسى اتذكر 136 مرة، واتكررت قصته 7 مرات. شريف بيقول ان بعض الايات اللي بتتكلم على النبي محمد وذكرت اسمه محمد لو احنا خدنا معنى كلمة محمد انه حاجة محمودة او حاجة كويسة او صفة، يعني ممكن الالفاظ بتاعت الايات بتاعت محمد تنطبق على المسيح. يعني هو بيقول مثلا وفي مرة تانية قال لك ما كان محمد ابا احد من رجالكم، وده ينطبق على المسيح. المسيح ما اتجوزش ولا خلف، انما محمد كان عنده عيال واتجوز 12 مرة. الاية بتقصد سيدنا زيد، كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم متبني سيدنا زيد، فلما النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام حرم التبني فكانوا هما بيقولوا زيد بن محمد، فالقرآن قال لهم لا اسمه يعني يدعى زيد بن حارثة، فالنبي مش أبو أحد، أدي كل القصة. طيب المسيح ما كان المسيح نفس الآية يعني، لأن المسيح عليه السلام ما اتجوز، طيب ما في أنبياء كتير ما اتجوزوش، يبقى هل القرآن ينطبق عليهم؟ طيب غير كده غير كده، انت بتقول النبي محمد اتجوز وخلف، يا سيدي ما هو اتجوز، لا يا سيدي ايه، ما هو اتجوز وخلف اي نعم بس ولاده ماتوا، ها يعني ملوش
ابن من الرجال، النساء فقط هم اللي عاشوا، سيدة فاطمة ورقية وغيرهم يعني. يعني برضو الآية تنطبق على النبي محمد. طبعا الشيوخ بيقولوا لك الاثنين واحد، معنى اسم محمد هو اسم أحمد، بس لو ده كان فعلا حال ما كانش قال لك اسمه أحمد، كان قال لك شخص أحمد شخص عظيم، إنما ده قال لك اسمه أحمد، يعني وصفه بالاسم، نداه بالاسم. ولا هو القرآن دقيق في كل حاجة ما عدا هنا مش دقيق قوي؟ طيب جميل، الآيات بتتكلم إن المسيح عليه السلام بيبشر بنبي بعديه اسمه أحمد. المسيح بيبشر بنبي اسمه أحمد؟ اللي هو مين أحمد ده؟ اللي هو المسيح. اللي هو بيبشر بمين؟ بيبشر بأحمد. اللي هو مين برضو؟ اللي هو المسيح. يعني أنا اسمي تامر، فأنا بقول لكم هيجي لكم واحد بعدي اسمه تامر، اللي هو مين بقى؟ اللي هو أنا. طب بتقول بعدك ليه؟ عشان شريف جابر حمار. إيه يا عم؟ طيب، ويرجع يقول لك كمان إن أحمد دي اسم، ما قالش ليه محمد، الآية الوحيدة اللي قالت إيه؟ اسمه أحمد، ما قالش ليه شخص أحمد، ده شخص متني، يلا أنت شخص متني. المهم قال ما قالش ليه شخص أحمد. يا ابن حبيبي النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في البخاري متفق عليه قال عدد لنا أسماءه، قال إن من أسماءه محمد وأحمد والحاشر والعاقب والماحي، فأسماء النبي أحمد ده منها. أنا لما أقول لواحد باسمه، يعني في بعض الناس بيبقى ليها كذا اسم، تلاقي واحد اسمه عاطف واسم الدلع ياسر، على فكرة والله ما بهرك فيه كده عندنا في الشارع. طيب يبقى أنا لو قلت له يا عاطف أو يا ياسر يبقى معنى كده يا ابني هو اسم النبي أحمد واسم النبي محمد. محدش من علماء المسلمين قال أحمد دي صفة، كل علماء المسلمين بيقولوا أحمد اسم، أنت بس اللي بتقول إنها إيه؟ صفة. كمل. محور كمان شريف جابر عايز يثبت ان القرآن الكريم نقل كل حاجة من الكتب اللي قبليه، فهو ما اخترعش حاجة يعني. طيب تعالوا نبدأ اول حاجة لشريف جابر. قصة اصحاب السبت بتاعت اليهود، القصة المشهورة دي، قصة موجودة في التوراة من قبل الاسلام ما يجي بآلاف السنين، في سفر الخروج شابتر 16. شريف جابر بيقول ان قصة اصحاب السبت موجودة في سفر الخروج، سفر يا جاي من السفر، اسمه سفر، اسمه سفر. انت مش عارف تنطق اسم الكتاب، ومش عارف تنطق اسم اريوس، ومش عارف تقول مجمع نقية، ومش عارف تقول الطود، بتقول الطود. قال يا ابن حبيبي انت انت بقى ما علينا. القصة مش موجودة في سفر الخروج. طيب القصة اصلا مش موجودة في التوراة ولا في العهد الجديد، القصة مش موجودة في الكتاب المقدس عند النصارى. انت بتجيب الكلام ده منين؟ على فكره قصه اصحاب السبت دي تكاد تكون اسلاميه، اللي هي مسخ اليهود الى قرده وخنازير، تكاد تكون اسلاميه، وكل العالم بيقعدوا يتريقوا علينا عشانها، يقعد يقول لك فين بقى القرده والخنازير ومش عارف ايه والحكايه والروايه. في السريع كده المفروض الناس اللي اتمسخوا دول قرده وخنازير قعدوا 3 ايام بالظبط وماتوا، فعشان كده ما لهمش نسل، والطبيعي ان حد لما بيكون مسخ ما بيتناسلش، بس ما علينا. فانت ما تجيش بقى تقول الكلام ده موجود قبل كده، وتقعد تقول النصارى بيقولوا له ده احنا هم بيعيبوا علينا على تقول ان هي موجوده من عندهم، مش موجوده عندهم. وزي ما انا قلت لك اسمها ايه؟ سفر، اسمها سفر الخروج. كمل. قصه الملك سليمان والملكه سبأ والاقزام السبعه، نفس القصه ديت موجوده في كتاب عبري اسمه بوك اوف ايستر، نفس القصه اللي في القران مذكوره بالحرف هناك، ما عدا فرق بسيط قوي، وهو ان بدل ما القران في هدهد، القصه ديت اللي هناك فيها ديك. بيتكلم على قصه سيدنا سليمان والملكه بلقيس، بيقول لك قصه سليمان والملكه بلقيس والاقزام السبعه. مين الاقزام السبعه دول؟ مين يا حبيبي؟ مين يا حبيبي الاقزام السبعه دول؟ انت متاثر، انت انا بتحضر الحاجات بتاعتك منين؟ من الافلام بتاعت الانيميشن، بتقعد تتفرج على مازنجر، القبضه المزدوجه، الرياح العاصفه، مش عارف ايه، وفاتن، جرب هذه ايها الوغد لم تفلح، الاخرى انجدني يا ماهر. انت بتجيب معلوماتك منين يا ابني؟ اقزام سبعه ايه يا اهبل انت؟ طيب بيقول لك القصه موجوده في كتاب ذا بوك اوف استير، قصه موجوده في سفر استير. استير مين يا حبيبي؟ سفر استير ملوش علاقه بقصه سيدنا سليمان والملكه بلقيس. القصة موجودة في الترجوم الثاني لاستير، الترجوم. طيب انت هتفرق قوي يعني من ابولو من ابولولو؟ طب ما هو الترجوم الثاني ده برضو كتاب قديم. لا حبيبي الترجمة دي، الترجوم الثاني لسفر استير ده، ده لما اليهود بعدوا عن اللغة بتاعتهم وبابتدوا ما بيفهموهاش، ابتدوا يترجموا الكتب بتاعتهم، فترجموا سفر استير اللي هو الترجوم الثاني ده بعد الاسلام. تاني كده، بعد الاسلام. ها يعني لو انت بتتكلم على النقل يبقى هم اللي نقلوا من القران، لان هم اللي جم بعد القران، لان القصه مش موجوده في سفر استير. تقعد تجيب لنا سوره سفر استير والكلام ملوش علاقه باللي انت بتقوله. ما انت هو بيتبعوك شويه اغنام هيدوا لك الختمه مهما كان يعني.
كمل. يعني القصة ديت بالجملة ديت اتذكرت في كتاب اسرائيلي اسمه مشنا سانهيدريان. الكتاب دوت اتكتب قبل الاسلام ما يجي باكتر من 400 سنة. بيقولك ان قصة قابيل وهابيل الاسلام نقلها من قبل كده من كتاب اسمه مشنا سانهيدريان. اسمه مشنا سانهيدريان، وكالعادة شغل حميري متكلف جاب صورة كتاب غير كتاب المشنا وما اسموش صان بالصاد سانهيدريان، لا لا اسمه سانهيدرين ملوش علاقة بالاسم. ها فبرضو القصة مش موجودة في الكتاب ده، ونفس القصة انت نطقت الكتاب غلط وجبت لنا صورة لكتاب تاني غلط. وبعدين يا حبيبي القرآن اصلا ما قالش ان هو مألف القصص دي. القرآن بيقول ان بيحكي وبيقص على النبي صلى الله عليه وسلم احسن ها القصص. فالقرآن بيقول انا بحكي قصص كانت موجودة قبل كده. ولان المصدر وعايز اعديك معلومة صغيرة قد كده، مش معنى ان القصة موجودة في القرآن وموجودة في التوراة يبقى القرآن ناقل من التوراة. ليه؟ لانه ربما يكون في كتاب اقدم من الاثنين اللي الاثنين نقلين منه، صح ولا لا؟ طيب معلومة كمان، كل تقريبا القصص اللي القرآن نقلها من التوراة عدل فيها القرآن الكريم، او بمعنى اصح صحح الاخطاء اللي موجودة. وخد بالك القرآن لما يصحح خطأ كان موجود قبليه بدلالة على القوة، لانك ممكن تثبت انهي اصح في كرواية تاريخية. فالقرآن بيتحدى، بس انت بتفهمش انت واللي معاك. كمل. نوح والسفينة، القصة المشهورة قوي ديت اتحكت من قبل ما تنقلها الاديان الثلاثة، اليهودية بعدين المسيحية بعدين الاسلام. أقدم نسخة موجودة للقصة دي بيرجع تاريخها لسنة 1600 قبل الميلاد. لما سئل العلماء الفرق بين سيدنا عيسى وسيدنا موسى قالوا تقريبا القرطبي نقل الكلام ده، قال حوالي 1700 سنة، يعني بين موسى عليه السلام وسيدنا عيسى 1700 سنة. طيب وبين سيدنا عيسى وسيدنا محمد حوالي 600 سنة، يعني بين سيدنا محمد وما بين سيدنا موسى تقريبا 2000 سنة. سيبك من دي، بين عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام 1700 سنة، 1700 قبل الميلاد. فأنت لما تقول إن القصة دي بتعود ل 1600 قبل الميلاد، طيب بحساباتك أنت برضو مش هحسب وراك، يعني هي ناقصة. بحساباتك أنت يبقى القصة كانت موجودة عند سيدنا موسى في التوراة يعني قبل اللي أنت بتقوله ب 100 سنة، لأن 1700 قف ميم أقدم من 1600 قف ميم. تعبتني معاك، كمل. كله بيفتي. محور كمان شريف جابر بيتكلم فيه عن تحريف القرآن الكريم، فبيقول ان في سورة اسمها سورة الولاية وسورة اسمها سورة النورين، الاتنين دول كانوا موجودين في القرآن الكريم، وبعدين السورتين دول اتحذفوا من القرآن الكريم لانهم قالوا ان هو حذف سورتين كانوا معروفين في القرآن، سورة اسمها سورة الولاية وسورة اسمها سورة النورين. انا عايزك بنفسك تروح تقرأ السورتين دول بهدوء خالص وتقارن ما بينهم وما بين باقي صور القرآن. بص يا اخوي القرآن الكريم كامل، عايز تثبت انه ناقص اثبت، لكن ده مش اثبات، لان سورة الولاية والنورين الشيعة اللي هم الجماعة اللي هم الشيعة بقى المؤصلين، يعني مش مؤصلين جايين من الاصل، لا الشيعة شيعة يعني، هم اللي اخترعوا الايتين دول او السورتين دول عشان يثبتوا الولاية لسيدنا علي بن ابي طالب، لان القرآن لا يثبت الولاية لسيدنا علي بن ابي طالب، ليه الولاية اللي هم اللي يقصدوها يعني، لكن سيدنا علي ولينا وحبيبنا وكل حاجة. تمام، يبقى ما تجيش تقول القرآن طيب تراكيب السورتين شبه تراكيب القرآن، يبقى معنى كده ان هم كسبوا التحدي بتاع القرآن. ومين قالك ان القرآن الكريم لما تحدى الناس تأتي بآية من مثله مثلا او سورة من مثله يبقى معنى ذلك ان انت ما ينفعش تألف قرآن شبه، يعني قل هو الله احد تروح انت جاي تقول ايه انطق بان الله واحد، شفت شبه يا حبيبي، ما تنحلش القرآن، ما تقلدش القرآن، هات قرآن جديد ها زيه مش شبهه. شبهه ايه؟ عمر بن الخطاب نفسه قال ان القرآن ناقص منه حاجات كتير، من ضمنها الجزء اللي كان بيتكلم عن الرجم دوت، وقال اننا المفروض يا جماعة نطبق حد الرجم دوت حتى بعد ما اتحذف من القرآن، لاننا كنا بنطبقه لما كان محمد عايش. معلش انا انسان بيفكر وعايز يستفسر عن سؤال، دلوقتي الجزء اللي بيتكلم عن الرجم دوت ضاع صح؟ خد بالك انت لو وقفت برضو الفيديوهات اللي شريف بيتكلم فيها مفيش حد قال ولا عمر قال ان الآية ضاعت. احنا كمسلمين كل الناس عارفة ان احنا مؤمنين بالنسخ. النسخ يعني ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بينسخ بعض الآيات او بعض الاحكام. فالآية كانت موجودة فيما اول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين اتنسخت، وفي العرضة الاخيرة على النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن اتعرض على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل عرضه في اخر حياة النبي مرتين، في العرضة الاخيرة الآية دي ما كانتش موجودة. يبقى القرآن اللي النبي سلمه لنا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن اللي موجود دلوقتي، لأن الكلام ده اتحذف قبل النبي مش بعد النبي يا كذاب يا اللي ما بتفهمش. كمل. طب ولو كان الإله في نيته إنه يحذفها،
طب ليه ما قالش لمحمد قبل ما يموت والنبي خد عندك الكام آية دول احذفهم قبل ما تموت؟ ليه بعد ما يموت القرآن يتغير ويتحذف منه الآيات؟ ما انا قلت لك بقى الآيات اتحذفت أيام النبي صلى الله عليه وسلم لأن ده نوع من أنواع النسخ، خلاص نسخ تلاوة يعني، لكن حكمها ثابت. كمل. مثلا لو رحت لسورة الأنفال في المصحف القديم دوت هتلاقي إن عدد آياتها 77 آية، سورة الأنفال بتاعت النسخة بتاعت المصحف بتاعت النهاردة عدد آياتها 75 آية بس، ده يعني إن في آيتين اتحذفوا. سورة التوبة في المصحف دوت عدد آياتها 130 آية، سورة التوبة في المصحف بتاعة النهاردة عدد آياتها 129 آية بس، يعني في آية محذوفة. سورة هود عدد آياتها 122 آية، سورة هود بتاعة النهاردة عدد آياتها 123 آية، ده يعني إن في آية اتضافت. بيتكلم إن في بعض المخطوطات اللي موجودة في المكتبة البريطانية وكده، بيقول في خلافات ما بين المخطوطات ديت وما بين القرآن اللي موجود دلوقتي، هو ما فيش اختلاف، يعني ليه المخطوطات اسمها مخطوطات صنعاء، يعني ما فيش اختلاف. ومبدئيا مش إحنا يا ابن حبيبي اللي إحنا نبقى قاعدين وبعدين لما يكتشف القرآن الكريم، قلناها لك من أول الفيديو، اي حد يجيب مخطوط اه لقيت القران ايه نعمل فرح يا حبيبي. القران قلنا بينتقل عن طريق التواتر، سبحان الله. المخطوطات بتاعت صنعاء ما فيش فيها اي خلافات عن القران اللي موجود النهارده، لا فيه. قول. قال لك ان في بعض الصور الايات بتاعتها مثلا 72 هنا يقول لك 73، هنا 76 هنا يقول لك 77. بص هو مبدئيا يعني مساله الايات والترقيم بتاع الايات دي وصور اسماء الصور ده مش قران، والعلماء بيعدوا بعض الآيات بيعدوا البسملة آية، وفي علماء بيقولوا البسملة مش آية. فأنت عشان تشوف العالم اللي بيعد البسملة آية هيعد البسملة، لو في عالم تاني ما بيعدش البسملة هيبقى في فرق واحد بين الاثنين. لا بس انت بتقول في فرق 5 أو 6 أو 7 أو 8 آيات. يا ابن حبيبي ما احنا قلنا ان القرآن الكريم الآيات ديت الأرقام، يعني في بعض العلماء في يقولك هنا في وقف، فالوقف ده يقولوا آية، يعني تخيل كده انت بتقرأ القرآن الكريم نفسك وقف فوقفت، او في وقف لازم تقف هنا وبعديه في تكملة وبعدين الرقم بتاع الآية. في بعض العلماء قالوا لا الوقف ده ذات نفسه آية، لكن القرآن من اول كلمة فيه لآخر كلمة فيه ها مفيش فيه نقص وزيادة. النقص والزيادة ممكن يكونوا في أرقام الآيات، ودي إضافة اتضافت بعدين، يعني الترقيم اتضاف بعدين. يبقى أنت ما ينفعش تيجي تقول لي في فرق في الآيات، لا يا حبيبي قول لي الآية رقم كذا مش موجودة، مش رقم الآية بقى، قول لي الكلمة دي مش موجودة أو الجملة دي مش موجودة، لكن تقول لي الرقم مش موجود ما هو عادي، إيه المشكلة يعني؟ يعني تخيل لو واحد كاتب قصة في 100 صفحة وبعدين واحد نقل نفس القصة تيبيكال صورها على الآلة الحاسبة، على واحد صور القصة دي تيبيكال، مجرد نقل تيبيكال بس شال قص بالمقص كده من تحت الترقيم، فيجي يقول لك في هنا نقل خطأ في الخطأ. ليه؟ لأن هنا تحت ما فيش أرقام لكن هنا في أرقام، وهنا الرقم لو واحد ضغط الصحف يا الصف، لو واحد ضغط الحروف مثلا كبر الخط صغر الخط يقول لك هنا 50 صفحة لكن هنا 30 صفحة، ما هو الكلام واحد بس ده اللي بيفهم. كمل. ده البيهقي مثلا في السنن الكبرى قال لك ان في جزء كامل من القرآن مفقود، وان سورة الاحزاب ديت كانت بنفس طول سورة البقرة. بيقول لك ان الامام قال ايه البيهقي باين، قال البيهقي يعني اسمه البيهقي مش البيك، انت مش عارف تنطق اي حاجة، مش عارف، الله يكسفك يا شيخ كسف انتعار يا ابني، انت لما مش مقدر الكفر بتكفر ليه يا ابني، انت لما مش قد الالحاد بتلحد ليه يا ابني، عيب ما تصغرش الملحدين امثالك، اقرا الاول اتعلم الاول قبل ما تنطق. البيهقي اسمه الامام البيهقي، تمام. الامام البيهقي بيقول لك في جزء كامل من القران ضاع، فين؟ وقف الصوره والله ما هتلاقي مكتوب كده. الراجل بيتكلم برضه على عمليه النسخ اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب كمل. ده طبعا غير الاحاديث اللي بتقول ان كانت في القران سوره بنفس طول سوره براء بس اتنست وما اتكتبتش في القران. بيقول لك في سوره كانت موجوده في القران قد سوره ايه؟ سوره براء. براء مين؟ اسمها سوره براءه، براءه. وبعدين بيقول لك وبعدين اتحذفت. يا ابني برضو اقف كده، وقف بالله عليكم يا جماعه، شغلوا الفيديو ووقفوا الكلام بتاعه. وبيقول لك ثم ايه؟ الدليل اللي هو جايبه بيقول لك ثم رفعت. رفعت يعني ايه؟ يعني نسخت اتشالت. ها ما احنا قلنا ان في نسخ، تمام، لكن عند العرض الاخير على النبي صلى الله عليه وسلم بعديها ما فيش نسخ. فانت لما تيجي تقول لي القران هنا كان 5000 ايه ولا 7000 ايه ولا 8000، ما احنا قلنا حبيبي ان كان بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في البدايه وفي بعض الايات بتتنسخ، لكن اهم شيء بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم القران زي ما هو من اول ما النبي سلمه للصحابه لحد يومنا هذا. يا رب تكون بتفهم. اشك. كمل.
يعني عثمان حرق الأصول زي جلد المعيز وورق النخل وورق الشجر اللي كانت مكتوب عليه آيات من القرآن، ودي حاجة لوحدها تشكك أي واحد بيفكر، أنت ليه تحرق الأصول؟ الأصول اللي هي لا تقدر بثمن واللي أنت بنيت عليها المفروض المصحف بتاعك. بيقول لك سيدنا عثمان بن عفان لما جمع القرآن الكريم من الصحف وخدهم من حفصة، وبعد ما كده جمع الصحف ديت راح مولع في الصحف. ليه ضيع أكبر دليل وإثبات على إني مش عارف أنا من؟ برضو شريف بيخي، شريف بيهري، عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ما حرقش الصحف، ما حرقش الصحف. سيدنا عثمان حرق المصاحف التانية، بمعنى هو جمع الصحابة وجاب الصحف اللي كانت عند السيدة حفصة وقال لهم اجمعوا القرآن، والصحابة أصلا حافظين القرآن فجمعوا القرآن. في بعض الصحابة كان عنده قرآن اللي هو ممكن يكون ناقص سورتين ناقص آيتين اللي ما سمعوش من النبي يعني، أو ما يعرفش الحاجات اللي نسخت أو اللي ما نسختش وحاجات زي كده. فسيدنا عثمان جمع المصاحف، شوف الصحف الأصلية موجودة عند حفصة زي ما هي، جمع المصاحف دي اللي فيها اختلافات مش فرق، لا يعني واحد ما سمعش النبي هو بيقول مثلا المعوذتين زي سيدنا عبد الله بن مسعود، فكان بيحكهم كده منين؟ بيحكهم من المصحف يعني، وبعد كده لما عرف ان هم من القران اثبتهم في المصحف. فقصه زي كده ممكن تعمل بلبله، فسيدنا عثمان قال لا مش ده المصحف، مش كلنا متفقين عليه، يبقى اللي عنده مصحف تاني يتحرق. اما الصحف ظلت عند حفصه حتى عثمان توفاه الله، ثم سيدنا علي بعديه توفاه الله، وبدأنا سيدنا معاوية، وصلنا لحد مروان بن الحكم 41 هجريا خد الصحف من السيدة حفصة وحرقهم. ليه بقى مروان عمل كده؟ احنا مش يعني احنا مش بنقول ان مروان اصاب او اخطا، هو اجتهد. مروان قال لك ايه؟ الصحف او المصحف بتاع عثمان، مروان قال لك ايه؟ المصحف بتاع عثمان انتشر في كل انحاء العالم. ما يجيش بقى كل شويه واحد يقول لك ايه انا عايز اتاكد من الايه دي من الصحف، تعالوا هاتوا لي الصحف عشان نخلص. فحرق الايه الصحف، يبقى اللي حرق مروان بن الحكم مش عثمان بن عفان، لا عارف تاريخ ولا عارف اي حاجه. كمل. محمد نفسه ما كانش عارف معاني كلمات كتير قوي في القران اللي هو المفروض عربي وبلسان قومه، وهو مهمته انه يشرح لهم ويوضح لهم معناه. يعني الطبري في مره قال ان عائشه قالت ان محمد كان عنده عاده كده انه ما بيفسرش اي ايات في القران الا ايات صغيره خالص اللي هي منطقيا كانت بتكون واضحه ومش محتاجه شرح. بصوا احنا هنختم باخر المقطع ده عشان المقطع اصلا خلاص يعني شريف ده هيجيب لنا الطحال. يعني بيقولك النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعرف القرآن الكريم، كان في بعض الآيات في القرآن الكريم النبي ما كانش بيعرفها وما كانش بيفسرها، والسيدة عائشة قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفسر الا يعني جزء قليل من القرآن، اعداد قليلة من القرآن. يبقى كده النبي ما يعرفش هو يعني لما يكون يا جماعة لما يكون في نص موجود في كتاب ثالثة ثانوي مثلا عربي ولا اعدادي، وبعدين يجي اللي بيشرح الكتاب ده كمدرس او كتاب خارجي يقولك معاني الكلمات، ويبتدي يجيب لك الكلمات مثلا كلمة العرانين دي جمع مفردها عرنين ومعناها الرجل الشريف، فيكتب العرانين جمع مفردها عرنين وهو الرجل الشريف، يبقى معنى كده ان الرجل اللي بيقول المعاني قال المعنى ده، ما قالش بقيت معاني الكلمات علشان خاطر هو مش عارف معاني الكلمات الباقية، لا هو ما قالش معاني الكلمات التانية عشان خاطر هي ايه؟ عشان هي معروفة. هيجي مثلا في كلمة يقول لك البحر وهو اللي فيه موج وميته ملحة، ما ده معروف، يبقى هو لما هيفسر الكلمات او الصور او الايات اللي مش معروفة، يبقى مش هيفسر القرآن كله. وبعدين انت بتقول ان النبي هو اللي مؤلف القرآن والنبي هو اللي مترجم القرآن، بما انه هو اللي مؤلف يعني الكلمات دي انت بتقول ملهاش معنى. يعني لو قلنا كلمة أبا اللي انت قلتها قبل كده وواحد جه للنبي قال له أبا يعني ايه، فالنبي يقول له ما هو عشان انا مش عارف معنى أبا، هو اللي مؤلفها حسب كلامك يعني، هو اللي مؤلف. طب ما يقول له أبا معناها خشبة، أبا معناها رجل كنبة، أبا معناها اي حاجة يعني، ما هو اللي بيألف يعني هو اللي مؤلف الحاجة، زي الخنفشار كده لو تعرفوا القصة يعني، هو اللي مؤلف الحاجة ومش هيعرف يطلع لها مخرج يعني. طيب الحديث اصلا بتاع السيدة عائشة ده اصلا ضعيف والعلماء ضعفوه في نفس الكتاب اللي انت بتنقل منه، يبقى النبي اللي انت بتقول انه كان بيعرف في السرياني وفي الارامي وفي العربي وفي العبري وبينقل الكلام ده كله بيترجمه وكأنه كان دارس في مركز كوريش للغات، عارف كل ده ومش عارف عربي؟ طب تعرفوا بقى المفاجأة وانا بشوف المقاطع بتاعت شريف جابر اللي حصل؟ لا الاثنين يا باشا. شريف جابر والملحدين اللي هيصدقوك تيرنتو في منتصف الجبهة، في منتصف الجبهة والله الله الله.